الوصول وهذا الانسان ما توصلوا له يا اللي بينا ما ترقص يا عم ما ترقص يا عم في ايه انيميز ولا شفنا طايحين غيقولوا اليوم عنا ويلكم بيكو في كوكب السلطعيكو. معلش معنا النهارده معنا على طول كده مع التراك ده طلب كتير على طول كده هو نزل من شهر بس الطلب كتير. طب هو معنى ان طلب كتير ان احنا على طول كده انا بقيت راجل سيستماتيك طب فلوس غيرتها طب فلوس غيرتك يعني ايه فلوس الفقر غربة في الوطن عارف انت في الفيديوهات اللي بتاعت ارباح اليوتيوب الشهر اللي فات عايزين تعرفوا ارباح اليوتيوب ارباح يوتيوب يا زميلي خلاص بقى زميلي خلاص احنا عدينا المرحله دي الحمد لله احنا بقينا شغالين فور فان الحمد لله فور فان هتعيط خلاص عندنا النهارده ايوه تراك الطلب كتير جدا جدا حلو يعني طلبه يفوق الطلب على الفراوله ولا في العادي يعني بمعدل الفراوله معدل الفراوله ماشي هو رافر من طنجة تمام لسه يعني يعتبر على ما سمعت يعني من الناس ان هو رابر لسه جديد بس التراك ده نزل عمل شغل عالي في المغرب حلو احنا نتمنى انه كل حاجه تعمل شغل عالي بالظبط التراك اسمه ايه بقى فافان كل ايه فافان نولو كلو كولو فافان كولو فافان كولو هي قالوا له ده كلمه قبيحه وانا اول واحد في بلدي يقول قالوا له فافان كولو يعني زي شت الترجمه اللي بتيجي كده على افلام الاجنبي شت تبا لك والله اعلم برضو ان هي تبا لك هي المفروض ان هنا طالعه كلمه ايطاليه مش عارف بقى كلمه ايطاليه ولا لا طب دي كده نخش في التفاصيل احنا نخش في التفاصيل بس انا عارف ان والله مش هنعرف معنى كلمه فافانكول تنجع I love this. شفت الجو ده؟ أنا بحب الجو ده. إيه؟ بقول لك شفت الجو ده؟ أنا بحب الجو ده الصراحة. ده ملعب كورة ده؟ Yes. ملعب كورة. Yes. ويتو الله طب وبعدين هنسافر امتى الله هنسافر امتى هيجي وقت ونسافر هنسافر امتى والله ما هو مش هينفع عايز ابص اطلع اقعد فوق بقى هنا كده وابقى شايف كل المدينه دي من تحت كده يا ده احترف بطاله وكاتشك لسن احترف بطاله وكاتشك باغي موكا وشكون غيرك غير فوكا قبل تيك توك ملكوكا كل كرمان ولا تكلوكا الدريل يا حق الدريل يا حق اديني دريل يا حق صوته حلو حكيلك يتسكا كدرع من اختيني ارحوكا ولي كنتي بلد انك تشوكا حقدر اسملو غير ابوكا اختك من قيلو قلا فد الدنيا ما تنفك الزلا بو خدر عام لعملا دليل ولا تحال ساحلا خير ما شاف الهوية توكم لا تدرق قالو هنية هنية محشيشك تمية تمية للموت ثانية وعدية ليك ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا عم اتخضيت من المهم شفت السورس عامل ازاي شفت السورس عامل ازاي اول التوب قبينا داير سلعه في الجارس خساغي صاير ما بده جده واخا شوفوا الملاير تخوف طريقي خليك فيا حاير باع مني غتخبك وخليك باير نصيحه مني قاع مكان سعير يديك يزرب وغطى تعليك لحصاير عمو قلت لك سجو عاقب دسيك طول الارض ومهم اللاقب قلبي لي وقيل مراقب ربي وفيكم ديما تاقب فضلتو من كين اقارب وانا الربي وجيت فيكم الحارب لا جابت فشخ جابت حارق. فشخ جابت فشخ الفلو حارق. الفلو بيتغير وجابت فشخ التكنيك بتاعه حلو رغم دوقع مخلاو في الجو قلبك حار كيشوف وش حاطه في حقه بكيو حال راني بنفسي مش بدنا مخير خير نفرحني لوس راني انا مش نتبدل حار كيشوف وش حاطه في حقه بكيو حال راني بنفسي مش بدنا مخير خير نفرحني لوصلنا الله 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 على اول مره اشوف حد بيغني دريل وفي نفس الوقت في ميلودي في الصوت بيدي حتى عربه هي.
ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة على الصوت يا ابن اللعيبة عيشي شدان كم خيا فيكم من دو زيرو في البنكة بيسب الفن بينو العفن مروش جلو في البنك كم ليكم غانس رانكا اي رابيروس قادو لولا مانكا متاخر حتى كازا بلانكا اجي شوفو شكون لي حاكم الزنقة يا كسيري لي بشري بنو جاشك حاشي بي وانا نخلص عمري ودي عين بحري صدق فوجي اضحك كرباش حاسة في داري دفاك غير الصبري حس مني اطيح يقول لي بقيتي فيها بوبري سيدة هومري كافة قول تمارا دوزة في صغري ايوه فمي شي حيتين داخل حيت انا واحي من احي الشعبية ولاد الحومة اللي تربيت معهم هما أول وحدي اللي تقو فيها ولاد الحومة احساسك اللي تربيت معهم هما معلش بقى معلش احساسك ايه كده وانت الكلام اللي بيتقال ده كله انت فاهمه لا احساسك ايه والله العظيم الواحد يعني بص بعد التراك ده تحديدا تمام لان ده درجه يعني درجه بس برضه لا مش برضه مش يعني مش درجه مثلا درجه تمام درجه بس لا قصدي ما فيهوش لغه مختلفه كتير ما فيهوش فرنش كتير ماشي بس التفاهم يا زميلي طيب. اللي بيحصل شنت صايع كده طيب استنوا بقى الحلقه اللي جايه تمام هتبقى عن الكلاش اللي ما بين تي فلو وبوس فلو ونشوف الحاج ده هيفهم ولا لا عيب عليك عيب عليك اوكي طلعنا بس الفرنساوي من الموضوع وشوفوا لنا اوكي حلو حو ولاد الحومه هم اول ناس وثقوا بيا مش حاسه في داري ده فاكر الصبري حس مني اطيح يقول لي بقيتي فيها بوبري بشهيدة هومري كافة قول تمارا دوزة في صغري باش فمي شي حيت مدخن حيت انا واحي من احي الشعبية ولاد الحومه اللي تربيت معاهم وعدي لي تقوا فيا تربينا وصوما بعضنا وباقي مع بعض قدايا حيوا ليا بينا من نفس حاوينا كنت اخر فكا مصاب زي زكريا وفكولو عيصولو هذا الانسان ما توصلولو يا اللي بينا القادة كم نمبي هم غيزولوا بيني شو حيث إني مزويلة شعونا طيحين غيقولوا اليوم عنا عيد أنا لاش مستي فرصة تيجي منقولوا فافكولوا عيصولوا هذا الإنسان ما توصلولوا يلي بينا ما ترقص يا عم ما ترقص يا عم في إيه احنا مش هنوصلوله يا زمي أرقص يا عم رقصنا مش هنوصلوله أرقص ما توصلولوا يلي بينا حقا دا كم نمبي هم غيزولوا بيني شو حيث إني مزويلة شعونا طيحين غيقولوا اليوم عنا عيد يلا اخرب بيت الحقاده يا اخي عقودين اني مزويل شفونا طايحين غيقولوا اليوم عنا عيد انا لاش ما تيجي فرصه تيجي منقول لا 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 بدنا لازم نقول حاجه واحده بس ايه ملوك الدريلينج صحيح لا بس ده بدون نقاش وجدال بص 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 التراك صيع الدريل التراك ده اللي شهر وانا متاكد مليون في الميه سيبك من ان هو دريل او مش دريل او الكلام ده كله الفلو بتاعه والميلودي بتاعته اللي عاملها في الكورس فشيخ تكنيك فشيخ حلو الصراحه فشيخ انا علقت معايا انا بس عشان الكلام ممكن يعني لو مره كمان هحفظ الكلام وهقوله لك على طول الفلو حلو الفلو بتاعه والميلودي بتاعه جامد فشخ وكمان فكره الكليب نفسها انا بحب دايما الكليب بتاع الشارع ستريت يا زميلي ده جامد فشخ الجو ده اصلا بيدي هايب خلينا متفقين ملوك الدريل ده حقيقي صراحه ليه نتكلم شويه بصراحه تراك فشيخ 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 بس وتحيه الكتام وتحيه لطنجه اللي النيل اللي شفت اقوله اتحاد كازابلانك عشان هو قال كازابلانك اتحاد المغرب استنى عاملين الحشيش قوالب طوب قالب طوب هو البتاع اسمها ايه دي لا يا يما يلا احنا ما بنشربش على فكره عشان بس ايه ولا نشجع اي حد ولا نشجع اي احد على الشرب يلا قول لنا واحد فل عليك دي يا جدعان كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت كان معاكم دادي شاغي سلام